في نص الملعب مستوى اليوروبا ليج كراسكو، وعلى مستوى ايضا ايفر بانيكا مع ابين في هذه المباراه في الفريقين بالتاكيد كبير جدا. تتحدث عن 30 الالقاب على مستوى التدريب سواء في فريق، واضح من البدايه بان فريق الاتحاد يريد ان يسيطر على الكره اكثر، يريد عادت بعد ذلك في انطلاقه الكره تصل لما تتحدث عن هذين الكبيرين كثيرا، حاولت بناء الهجمه والكره تصل مره اخرى من جديد لكن مقطوعه. فريق الاتحاد سيبحث عن رده الفعل، فيصل الغامدي يتقدم. بالتاكيد في بطوله الدوري لا توجد مباراه سهله، لا توجد مباراه مضمونه، الكره لكن مقطوعه، الكره في تنفيذ الدوري بيرسل الكره في مكان باتجاه فيصل الغامدي. 1-0 مشاهدينا الهجمات تعود الكره من جديد مره اخرى في نص الملعب الى فيصل الغامدي. فيصل الغامدي لاعب الكانتي وفواز ولكن مقطوعه، فيصل الغامدي حضر، فيصل الغامدي تصرف بثقه بشكل ممتاز. الكره العرضيه تاتي راسيه ولكن دور دفاعي ممتاز لكانتي، كره فهد لكن طالت يا فهد، بيرسل الكره الى فيصل في الجهه اليسرى، السرعه تزداد، الهدف يعطي العميد يحاول الان فيصل الغامدي عرضيه. الله عبد الرزاق حمد الله ينجح دفاع الشباب حتى هذه اللحظه. جبار الله يا بانيكا الى كراسكو، ركله جزاء والاحتكاك بالقدم اليسرى، حكم المباراه يشير الى ركله جزاء، هل يرى فيها ركله جزاء؟ لكنه كويلار، الشباب يتقدم. فيصل ممكن تغيير الاتجاه، الان تغيير الاتجاه في مكان الى بس يبعدها، بترجع في نص الملعب. بعد الاتحاد يفتك الكره، صارت الان لمصلحه الاتحاد، الاتحاد ماسك الكره، فيصل الغامدي بيرسل الكره تعود الى فيصل من جهه فيصل الغامدي. فريق الاتحاد مشاهدينا متابعينا بكره عاليه الى كريم لو استلم، ولكن الكره العرضيه تاتي، الراسيه لا تاتي، هذه اخطر كره مرتده للشباب في الشوط الثاني، هذا اللي نتكلم عنه. والكره بترجع الى ايفر بانيكا، حظاً حظاً حظاً. الله الله، شوف التشيك اوت مع بانيكا، حافظ قدمه بهذا الدفاع بهذا التحصين. الكره بترجع من فيصل، اتحادي على مستوى السيطره على مستوى التواجد في ملعب الشباب، اتحادي العليان بيرسل الكره في مكان الى فيصل، فيصل يحاول، الله خذ مكان، الكره بتاتي في الجهه اليمنى، لم تسجل هناك دافع هنا، لكن صاروا ثلاثه عليه. الكره بتتحول مره اخرى الى فيصل الغامدي، كره راسيه فيصل الغامدي من الكره العرضيه. الله، تغيير، فيصل الغامدي يخرج في هذا التوقيت.